ما جاء في سنن أبي داود وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.